مشاهدينا مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج سوبر كيدز. زي ما عودناكم ان كل حلقه بيكون معانا مفاجات الاطفال بتقدمها في الحلقه وبعدين بنرجع بنقول راينا على البيج، لكن النهارده معانا مفاجاه جديده وفريده من نوعها، والمفاجاه هي ضيف موجود معانا النهارده، وضيفنا هو الاب الروحي لشباب السينما المستقله. هو فنان بدا مشواره الفني في الثمانينات، هو منتج ومؤلف وممثل مصري ومؤسس مهرجان العريش السينمائي للافلام الروائيه القصيره. فعلى صعيد التأليف كتب مسلسل ثعلب سيناء وهو ملف في المخابرات المصرية ومسلسل شباب في ورطة، وأيضا كتب عدة أفلام قصيرة مثل كارت واسطة وعائلة مترقعة، وقام بإخراج عدة أفلام روائية. وبعض الأعمال التي قام بإنتاجها أو التمثيل فيها فيلم أيامنا الجاية كان من بطولة الراحل عزة أبو عوف والفنانة الجميلة سوسن بدر وكمان الفنانة انتصار، وأيضا فيلم على الهوى وفيلم صباحه كذب للفنان أحمد آدم. ومن أبرز أدواره دور المناضل الفلسطيني في فيلم مهمة في تل أبيب مع الفنانة الجميلة نادية الجندي، وأيضا فيلم امرأة هزت عرش مصر وحلق حوش مع الفنانة ليلى علوي، وفيلم الجبلاوي مع الفنان كمال الشناوي، وأخيرا هو مؤسس ورئيس مهرجان أوسكار إيجيبت السينمائي الدولي الذي يحظى بشعبية جارفة بين شباب السينما المستقلة. برحب بضيفنا الموجود معانا النهاردة الفنان عادل عمار، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيكي، وأنا مبسوط قوي إن أنا بالنسبة لي حالة حلوة قوي إن أنا أتوجد في برنامج بيتكلم عن الأطفال ومواهب الأطفال. أنا سعيد قوي في وسطكم، بس أنا أولا أنا كنت عايز أوجه الشكر لعامر علاء، ده مخرج السوشيال ميديا بتاعي، وبشكره جدا، بقول له متشكر جدا على المجهود اللي هو بيبذله، وكمان فرصة بالنسبة لي اني انا اعزي اسره الفنان الكبير صديقي الفنان فاروق الفيشاوي، والله يرحمه لانه كان من اطيب الشخصيات. انا شفت الصوره لحضرتك مع استاذ فاروق الفيشاوي، كان في مهرجان بورسعيد. كان في مهرجان بورسعيد بالظبط. حضرتك قلت لي ان كان في اكتر من موقف مع الفنان فاروق الفيشاوي، حابين نعرف ايه هما. بصدق شديد جدا تلمسي الجانب الانساني في فاروق الفيشاوي في مهرجان بورسعيد سينمائي. المهرجان ده كان مهرجان للافلام الروائيه القصيره، وكان المفروض ان احنا هنكرم شباب السينما المستقله اللي هم واخدين جوائز في المهرجان. تمام. وكان المفروض اللي هيسلم الجوائز دي المحافظ. طبعا المحافظ يوميها محافظ بورسعيد، عرفت بعد كده ان كان في وشايات كتير اثرت في ان الرعاه ما تكملش معانا في المهرجان، ومنهم المحافظ. المهم المحافظ في اليوم ده ما جاش، فبقيت في ورطه مين اللي هيقف معايا على المسرح علشان يكرم شباب السينما المستقله ويديهم الجوائز. فقلت له انا في ورطه يا استاذ فاروق اعمل ايه؟ قال لي انا هقف معاك وانا بنفسي اللي هسلم، برغم ان هو كان تعبان أنا جدا. انا فعلا شفت الصور. كان تعبان وكان ظهره تعبه جدا، فوقف على المسرح اكتر من ساعه ونص وهو تعبان. والله كان جنبي على المسرح بيصرخ وبيئن، واخد بالك، وانا اقول له معلش استنى خلاص ده احنا قربنا اتنين وانا فاضل لي مثلا بتاع 10 20 واحد لسه هيكرموا، لغايه لما خلص تكريمات الشباب كلها بنفسه، وكان بيحييهم وبيثني عليهم وبيشجعهم وبيديهم الحافز. ده كان موقف مثلا تاني لما كان احد الرعاه برضه للاسف الشديد خلف وعده معانا، وكان المفروض ان هو عازم الفنانين والقصد. مشكلة. طبعا فالاستاذ فاروق على طول راح موجهنا لمحل تاني بالتليفون، خلص معاه وكانت الناس موجوده، هو اللي تكفل بالحكايه. ما شاء الله. ده غير بقى وانا ممثل، انا مثلت معاه فيلمين، فيلم السقوط وفيلم امراه هزت عرش مصر. مش عايز اقول لك كان ساخي قد ايه مع كاست العمل اللي كان، اللي هم العمال والكومبارس اللي موجودين. كان اخر الاسبوع يوم الخميس لما كان بياخد الدفعه بتاعته، كان مش عايز اقول لحضرتك كان بيعمل ايه مع الكاست. يعني كان كريم وكان ساخي، الله يرحمه وربنا يغفر له، اطيب قلب انا اتعاملت معاه. كلنا افتكرناه بالخير طبعا. الحمد لله. زي ما حضرتك قلت دلوقتي اول ما جه اسمه قلنا حضرتك افتكرت مواقف، وطبعا مش كتير. كلها. تمام، ربنا يرحمه يا رب برحمته. يا انا رب. طبعا النهارده عاوزه اعرف، يعني انا عن نفسي عارفه بس عاوزين المشاهدين يعرفوا، ايه هو مهرجان اوسكار ايجيبت السينمائي الدولي؟ ده مهرجان خاص بالافلام الروائيه القصيره والتسجيليه، ومن ضمن فعاليات المهرجان انك انت تكرمي شباب السينما المستقله والقوه الناعمه في المجتمع، اللي هم امثال حضرتك اللي بيقدموا نماذج طيبه في المجتمع، فالمهرجان ده بيديهم الحافز والدافع.
المهرجان الوحيد على مستوى مصر والوطن العربي اللي مهتم بالشباب، هو اللي بيكرم الشباب. أنا كنت ممكن زي ما بقول في كل المناسبات بتاعتي إن أنا كنت ممكن أخد الطريق السهل إن أنا أعمل مهرجان للنجوم، بس لقيت كل المهرجانات اللي كل موجودة المهرجانات موجودة للنجوم. للنجوم، طب فين مهرجان واحد بيتكلم وبيدي فرصة للشباب وبيديهم الفرصة إنهم يطلعوا على المسرح وبتلمعيهم؟ فهو طلع مهرجان أوسكار إيجيبت. طبعاً. عشان كده الحمد لله إحنا واخدين قاعدة جماهيرية عريضة جدا في وسط الشباب، بنكرم شباب كتير جدا. إحنا تجاوزت تقريبا 1000 شاب، فيهم من يستحق وفيهم من لا يستحق، لكن احنا بنقول في الاخر بنتوسم في حتى اللي ما يستحقش التكريم ان هو يعدل مساره ويثبت لنفسه ويثبت لمجتمعه ان هو احق ان هو ياخد مكانه كويسه. حضرتك طبعا موجود معانا النهارده وحبيت تكون موجود معانا من بدايه الحلقه علشان نشوف الاطفال هيقدموا ايه. انا مش عايز اقول لك ده بسطني جدا 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 وفرحان وشغوف ان انا اشوفهم واتعرف عليهم، وان شاء الله هنعمل حلقه كويسه معاهم. يلا بينا نبدأ مع أول فقرة من فقراتنا واستنونا بعد الفاصل. بعد هنا بتعملي ايه؟ يلا قومي روحي. انت مين حضرتك عشان تكلمها بالاسلوب ده؟ ما تكلمهاش كده. انت بنت كمان ويدخلك في الموضوع اصلا؟ انا اتدخلت عشان حضرتك بتتكلم معاها باسلوب مش كويس، ما تتكلمش معاها كده. انت مين اصلا عشان تعلمي نتكلم ازاي؟ ابن مراد بيه من اكبر رجال اعمال في مصر وعندنا فلوس كثيره جدا. حضرتك فاهم غلط، الفلوس اللي حضرتك فرحان بيها دي مش كل حاجه. برافو عليكي، حافظه كلمتين وجايه علشان تسمعيهم. حضرتك لا، انا مش حافظه، انا فاهمه واحب افهم حضرتك ان البنت دي مش ذنبها ان هي طلعت لقت نفسها كده، الفقر مش عيب. ده اسمه تسول مش فقر. تسول؟ حضرتك الفلوس اللي حضرتك فرحان بيها دي رزق من عند ربنا، احمد ربنا ممكن ربنا يكون ياخدها منك في اي لحظه زي ما اداها لك. انا بس عاوز اوضح لك معلومه، انه وقفتها في الشارع دي غلط، وإنها ممكن تأذي نفسها وكمان بتسوق سمعة البلد، خصوصا إن الأطفال دي كتروا قوي في الشوارع. أنا ممكن بابي وأصحابه من رجال الأعمال يحطوا إيديهم في إيد بعض ويساعدوهم ويعملوا مشاريع جديدة ويشغلوهم زي ما عملوا قبل كده، يبقوا قدموا لهم وقدموا للبلد حاجة كويسة، وكمان هيكونوا حريصين على إن الولاد الصغيرين دول لازم يكملوا تعليمهم لأن هم اللي هيبنوا المستقبل ويكملوا من بعدهم. لو ده فعلا اللي حضرتك بتفكر فيه يبقى كتر خيرك، ويا ريت ده يكون تفكير كل اللي زيكم، لان الولاد دول ثروه البلد وعامل حفاز جدا لبناء بلدنا والارتقاء بيها. ده فعلا اللي انا اقصده، علشان كده انا هبدا من دلوقتي وهاخدها معايا عند بابي ونشوف محتاجين ايه ونشوف اهلها ونشوف محتاجين ايه علشان نقدر نساعدهم. وانتوا كمان كل واحد يشوف من جنبكم محتاج مساعدة سواء مادية أو معنوية، ولو مشروع يتميز ويحقق نجاح ممكن يطلع مع أستاذ عمرو أديب في البرنامج بتاعه زي اللي طلعوا معاه قبل كده عشان يكونوا مثل زيهم.
لو دي مبادرة حلوة جدا وأنا ممكن أشارك فيها ونخليها تحت شعار يلا بينا نبني بلدنا. هايلين والفكرة حلوة جدا اللي انتوا اتكلمتوا عليها دلوقتي، وانتوا بسم الله ما شاء الله عندكم كاريزما حلوة وبتمثلوا كويس جدا. نور تقعدي جنب صحابك. الفكرة أولا أنا حابة أشكر المخرج علاء محمد، دي الفكرة بتاعته ده هو تم فيها معالجة وتعديل من شيماء جويش، برضو حابة أشكرها مامة حسين ظبطت كتير جدا في النص وكمان حابه توصل صوره رجال الاعمال بصوره مشرفه، وان طبعا زي ما في الوحش اكيد في الحلو، اكيد الحلو والغالبيه منهم كويسين، وهم وصلوا الفكره يعني بجد احسن مما كنت انا متوقعه. استاذ عادل بقى معاكم يقول لكم رايه. انت هايل يا حسين بجد، والقمر الجميل ده نور، نور سين مش كده؟ طب ما تقول لنا يعني ايه نور سين بقى؟ حرف السين. فعلا حرف السين؟ تصدقني كنت فاكره حرف الشين بس طلع سين. وسندس ازيك يا سندس؟ ازي حضرتك؟ هايله يا سندس بجد. شكرا. بسم الله ما شاء الله عليكي، عندك كاريزما حلوه قوي، بتعرفي تمثلي كويس قوي، واحساسك وصل لنا تماما. برافو عليكم، واشوفكم في حلقه جديده، وبجد انا مبسوطه بيكم جدا، اتفضلوا. شكرا يا حسين. شكرا، استنوا بقى نطلع فاصل. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني مع فكرة جديدة، استنونا. رجعنا لكم تاني من الفاصل ولسه مكملين في فقرات برنامج سوبر كيدز، ومعانا فقرة المذيع الصغير، معانا جمانة السخاوي. مساء الخير يا جمانة. عاملة ايه؟ الحمد لله. هتقدمي لنا ايه النهاردة؟ هتكلم عن المشاكل الزوجية اللي بتأثر على تمام. رأي حضرتك في الموضوع يا استاذ عادل؟ ده موضوع كبير جدا 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 جدا، وكويس انها تتكلم عليه، لان المشاكل الزوجيه دي بتؤثر على الاطفال تاثير مباشر وممكن توجههم توجيه سلبي، فبرافو عليك ان انت اخترتي موضوع كويس قوي تتكلمي فيه. وحلو قوي ابتسامتك قوي يا جماعة. شكرا. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي. صباح الخير عليك يا رشا. صباح النور. وصباح النور على حضرتك يا استاذ عادل. اهلا وسهلا، وبجدد صباحي على اعزائي المشاهدين اللي بيشوفونا النهارده. تمام. زي ما تعودت معاكم ان كل حلقه بتكلم في موضوع بيواجهنا في حياتنا وبنحاول نحله مع بعض. النهارده موضوعنا هيكون عن الخلافات الزوجيه اللي بتاثر على نفسيه الطفل. زي ما احنا عارفين ان في كل بيت فيه مشاكل، والمشاكل دي بتاثر على نفسيه الطفل بطريقه سلبيه. اول حاجه ان هو بتخلي بعض الاطفال عندهم اكتئاب. تاني حاجه ان هما كمان بيكونوا مشتتين الانتباه. وتالت حاجه بتاثر عليهم في تحصيلهم الدراسي، وكمان بتاثر على عليهم على المدى الطويل زي سن المراهقه. ده بيسبب لهم مشاكل في حياتهم الشخصيه، وكمان هما بيضطروا يخرجوا من البيئه اللي هما عايشين فيها لبيئه تانية، والبيئه دي بيكون فيها اصحاب السوء. وكمان الاطفال اللي بتتعرض للمشاكل دي بيكونوا اكتر عدوانيه وعنف من الاطفال اللي بتعيش في بيئه صحيه. احنا نقدر نحافظ على نفسيه الاطفال بان الوالدين يتعاملوا بهدوء وحكمه امام الاطفال، وان المخطئ يعتذر علشان نربي اولادنا على ثقافه الاعتذار. وكمان لازم يكون في احترام متبادل بين الوالدين علشان الوالدين يكونوا مثل وقدوه حسنه لاطفالهم. وقبل ما انهي حديثي حابه اقول ايه صغيره جدا بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. ودي كانت نهاية فقرتي، بتمنى ان هي تكون عجبتكم. كانت معكم جمانة السخاوي. برافو عليكي يا جمانة. شكرا. برافو عليكي، وكانت هنا في موضوع مهم جدا، وانا كمان كنت حابه اقول ان انت كان معاكي جويرية بس هي تعبانه، ربنا يشفيها يا رب. رأي حضرتك في جمانة؟ هايلة بسم الله ما شاء الله. أنا بتوقع لها أنها تبقى مذيعة شاطرة، ويعني الحمد لله أنها عندها الكاريزما برضو، يعني اختيار موفق الموضوع اللي اتكلمت فيه. وحلو قوي انك انت
دم طموحك انك تبقي مذيعه، انك تفكري دايما في المواضيع اللي جذابه واللي بتناقش قضايا المجتمع. انا حابه اختار المواضيع دي عشان تساعد المجتمع. برافو عليكي. برافو عليكي يا جمانة. برافو عليكي. هنطلع لفاصل وهنرجع لكم بفقره جديده مع ان وتلا، استنونا. ورجعنا لكم بفقره جديده مع فقره المذيع الصغير. معانا النهارده لاول مره تلا وان. صباح الخير. صباح النور. عاملين ايه؟ الحمد لله. تقدموا لنا ايه النهارده؟ مذيعه. ممكن المايك عشان نسمع. ان انا ابقى مذيعه. هتقدمي فقره مذيعه، تتكلمي عن ايه؟ عن التفاؤل والطاقه الايجابيه. التفاؤل والطاقه الايجابيه، الموضوع ده عجب استاذ عادل جدا قوي. شكرا. موضوع الطاقه الايجابيه ده مهم جدا دلوقتي في حياه الشباب، لان الشباب محبط جدا، فحلو قوي ان انتوا تتكلموا عن الطاقه الايجابيه. اتفضلي حبيبتي يلا احنا نتناقش معاكي. تمام يلا. انا مبسوطه جدا ان انا مع حضرتك، وبعتذر ان انا تعبانه يعني وعندي برد. الف سلام عليك. الف سلام عليكي يا حبيبتي. النهارده انا حابه اتكلم عن التفاؤل والطاقه الايجابيه، فان مثلا انا النهارده صحيت وقلت النهارده في حاجه حلوه هتحصل، والنهارده هيبقى اليوم جميل. فمثلا قلت النهارده انا فور اكزامبل عندي كويز، فقلت الامتحان هيبقى سهل، والتيتشر هيبقى يعني هيبقى مش رخم، وهجيب درجات حلوه وهنجح. فبعدين قلت طب ماشي، انا عملت كل اللي انا قلته وتفائلت وقلت كل حاجه، بعدين مفيش حاجه حصلت. فعشان ده يحصل بقى لازم اكمل، ويبقى فيه بلس للالتزام والاجتهاد. فطيب انا عملت كل حاجه وعملت اللي عليا وتفائلت واجتهدت وكمان التزمت، طيب انا عملت كل ده بس برضو مفيش حاجه حصلت، يبقى انا ربنا مش رايد ده، او يعني مش خير لينا. يعني للعطاء برضو خير والمنع خير برضو. تقصدي ان انا اللي بجيب الطاقه الايجابيه هي بتنعكس عليا؟ انا عندي طاقه ايجابيه وقلت الامتحان بتاعي النهارده هيكون كويس وهيكون سهل، فاكيد هيكون سهل. لكن بقى لو اتضايقت وطاقه سلبيه، يبقى عندي طاقه سلبيه مش هعرف احل في الامتحان. قصدك ان هي بتنعكس عليا، صح كده؟ تمام. بس فانا قصدي بقى يعني في كونسبت ان المعنى خير والعطاء خير، وما رفضش اي حاجه، يعني سواء كانت حاجه حلوه او كانت حاجه وحشه. وبرده لو انا مثلا فور اكزامبل عندي رياضه و يعني تمرين ورياضه معينه، وبعدين ايه قلت طيب هي عيني عندها برد وتعبانه. عندها برد وتعبانه. براحتك خالص. ف انا بقى اتفقلت وقلت انا هنجح في الرياضه دي وكده. بعدين في واحده صاحبتي او الناس جم قالوا لي طيب ما مش لازم نروح الرياضه دي، دي حاجه اصلا دي رياضه صعبه والكابتن رخم. طب انا قلت طب ماشي، انا بقى كنت اتفقلت وعملت كل حاجه، بس هي جت وقالت لي كده، فبوظت كل يعني خليت عندي فكره ان في حاجه وحشه هتحصل، وخلتني ما يعني فعلا ما رحش التمرين، وابقى مع ان انا كان ممكن في اي يوم ان انا ابقى شاطره جدا فيها ومشهوره فيها او كده، لكن هي خلت فكره في دماغي ان دي رياضه وحشه وصعبه والكابتن وحش وكده. وكمان مثلا مش احنا اللي قلنا الكلام ده، او الناس هم اللي قالوا كده، ولا العلماء، ده هو حتى الرسول عليه الصلاه والسلام، عليه افضل الصلاه والسلام، قال حديث تفائلوا بالخير تجدوه، وبشروا ولا تنفروا. فيعني مش احنا اللي قايلين كده، او مش قايلينه من دماغنا، ماشي. و يعني خلصتي؟ شكرا. مبسوطه جدا ان انا وحضرتك. انا مبسوطه اكتر بوجودك طبعا. ان اول مره تكون موجوده معانا. وكبدايه كويسه ليها قدام الكاميرا. تمام. وكمان هي تعبانه، ربنا يشفيها. انا عايز اسالها سؤال. اتفضل. مين اللي بيديك الطاقه الايجابيه بتاعتك في حياتك؟ مامي. تمام. طب انت بقى بتدي الطاقه الايجابيه لاخواتك؟ بتديها لزمايلك؟ تمام. اللي بيديك الطاقه السلبيه بتعملي معاه ايه؟ ما انا قلت ان نصيحتي يعني ان احنا نبعد عن الناس اللي هما بيدونا طاقه ايجابيه، طاقه سلبيه. تمام. يعني ده اللي بيصدر لك الاحباط ده وبيديك احباط ده، تبعدي عنه، مش كده؟ أيوة كده. لان انا كده هنيأس، مش يعني هيدون طاقة سلبية، مش نوصل لحاجة. فنبعد عنهم، دي نصيحتي يعني. خدي بالك اللي بيدي دايما الطاقة السلبية ده الشخص الحقودي اللي مش عاوز حد ينجح، مش عايز يبقى احسن منه.
اتفضل. بالظبط. معانا تلا. تلا جايه من السعوديه. والله جميله. تلا عرفينا بنفسك الاول، انت اول مره، قولي لنا انت. انا اول مره اجي هنا ومبسوطه جدا ان انا معاكي. احنا مبسوطين اكتر. انت عندك كام سنه؟ عندك كام سنه الاول؟ عندي 10 سنين. 10 سنين صغيره خالص. وان انت قلتي عندك كام سنه؟ 12 سنه. 12 سنه صغيرين خالص. طيب قولي لي يا تلا، انت هتقدمي لنا ايه النهارده؟ انا النهارده هتكلم معاكم عن الفاشن. عن الفاشن، بحب الفقره دي. يلا بينا. يلا يلا. مساء الخير، انا تلا عمرو، والنهارده هتكلم معاكم عن الفاشن. بس قبل ما ابدا عايزه اشكر المذيعه الجميله رشا سعدون عن الفرصه دي، فيلا بينا نبدا. بالنسبه للميك اب السنه دي، فلون الروج الاحمر كلاسيك رجع تاني، وبرده الليبستين، وده بيكون واخد لون خفيف وباهت. اما الالوان اللامعه فدي في السواريه. بالنسبه للحواجب السنه دي، فهي الحواجب العريضه والكثيفه، والوان البلاشر هي البينك والخوخي. بس طبعا المكياج مش للصغار. بالنسبه للبس السنه دي، فاللون الاحمر الفاتح، الازرق، الاصفر موضه جدا برضو، والجينز موضه كل الاوقات، والجامب سوت كمان، والقماش الدانتيل موضه جدا برضو. لالوان الشعر، فالسيلفر والبلوند موضه 2019، وبرضو البلو والبيربل. دلوقتي رجعت قصات الشعر القصيره من جديد. وبالنسبة للشعر الطويل، فالشعر الويفي موضة جدا برضو، زي شعرك كده. وكانت معاكم تالا عمر من سوبر كيدز، وانتظروني في حلقة قادمة مع الإعلامية رشا سعدون. باي. برافو عليكي. طبعا جميل. حضرتك واخد بالك من اللغة العربية، ان هي بتحاول تحافظ عليها قوي. بالظبط. ودي كانت سمة من سمات الحديث بتاعها. انما بس انا عايز اسالها كام سؤال كده في الـ في الـ في المكياج. انت تنصحي البنات بانهم يبقوا اوفر في المكياج زي ما احنا بنشوف ساعات كده في المكياج، يعني البنت بقى شكلها مختلف تماما. حتى خبراء التجميل دلوقتي للاسف الشديد بيكثفوا المكياج للبنت، بيدوها شكل دلوقتي، بياخدوا الشهره اصلا من الميك اب اللي بيكون اوفر. بالظبط. فتيجي البنت بقى شكلها مختلف تماما عن الحقيقه. يعني انا في مره بنوته بعتت لي صورها وعملت لها كارنيه وكنت داخل اكرمها، لما جات لي في المهرجان وشفتها انا اتخضيت منها. فبتقول لي انا قلت لها مش انت، انا الثانيه بنت انا عارفها كويس، ودي بعتها لي صوره قالت لي، قعدت تقسم لي انها هي، وده بسبب انها كانت حاطه مكياج اوفر، واخده بال حضرتك، مغير شكلها ومغير معالمها تماما. فانت تنصحيهم تقول لهم ايه؟ طبعا النصيحه مش للاطفال. مش للاطفال، للكبار. للكبار بس. انا طبعا ما بنصحش ان الناس يحطوا ميك اب تقيل، وبرده بنصح برده ان انتوا خليكوا بالناتشرال لوك، لان الميك اب ساعات بيبوظ شكل الانسان، وساعات بيكون خطر على البشرة الحساسة. فأنصح الأطفال ما حدش يحط ميك اب، والكبار برضو لو خليكي واثقة في نفسك ومش لازم تحطي ميك اب. برافو عليكي بجد. برافو. تمام. استاذ عادل سألك سؤال عرفتي تجاوبي عليه، يعني ما شاء الله عليكي. برافو عليكم. كنتوا منوريني النهارده ان وتلا، وهستناكم في حلقه جديده من برنامج سوبر كيدز. وهنطلع لفاصل وهنرجع لكم تاني مع فقره جديده من فقرات سوبر كيدز. دلوقتي يا جماعه، احنا طبعا رجعنا من الفاصل، وقالوا لي ان في حد عامل مشكله في الكنترول. انت يا سلانا، انت ممكن تاخد المايك. طب ممكن تاخد المايك علشان أيوة. اسمعك. خش. ايه بقى عامل مشكله ليه بقى؟ انت معاك مايك. خلاص سيب المايك ده، سيب المايك، سيب المايك. قول لي بقى انت عامل مشكله بره ليه؟ مفيش، انا كنت معدي من قدام القناه فلقيت زحمه، قلت يمكن تكون الفراغ لحمه. بنوزع لحمه؟ بنوزع لحمه ازاي يعني؟ احنا ما بنفرقش غير سكر بس. احنا هنا برنامج سوبر كيدز. تعالى بس كده علشان ايه؟ تعال. نسمع بعض ونعرف. ايوه كده. برافو. وبص بقى نهزي كده للكاميرا عشان يشوفوك. تعالى بس كده عليا، تعالى عليا، عايزه اسمع، عايزه اسمع. برافو كده. قول لي بقى انت كنت عاوز ايه؟ بتقول ايه؟ مفيش، انا كنت معدي من قدام القناه فلقيت زحمه، قلت يمكن تكون بتوزع لحمه. بتوزع لحمه. انت جعان عاوز تاكل؟ لا انت مش عارف احنا هنا فين. احنا في برنامج سوبر كيدز. ده بتاعي ان شاء الله. ده برنامج لاكتشاف المواهب. طب ما انا عندي موهبة. موهبتك ايه بقى؟ كل اللي كان قدامك ده. لا استنى بس، استنى، انت بتعرف تمثل؟ لا. تعرفش ولا بتعرف تغني؟ لا ما بعرفش اعمل حاجه. بس انت تطلب مني وانا هعمل.
طيب ماشي خلاص، نطلب منك. طب يلا يعني ورينا مشهد. يلا مثل واعمل لنا مشهد. ايه يلا. رايك مشهد؟ اي مشهد. مثل. تعرف تمثل؟ اول مره. اول مره. طب تعرف تغني؟ لا. هو جاي ياخد لحمه يا استاذه. امال بتعرف تعمل ايه؟ ما بعرفش اعمل حاجه، بس انتي اطلبي مني وانا هعمل. ما بطلب منك. بقول لك تعرف تمثل؟ لا. تعرف تغني؟ لا. طب امال بتعرف تعمل ايه؟ ما بعرفش اعمل حاجه، بس انتي اطلبي مني وانا هعمل. بقول لك برضو انت. طب انت ايه يعني؟ انا دلوقتي عاوزه اشوف منك مشهد. بتعرف تمثل ولا لا؟ ما بعرفش امثل. ما بتعرفش تمثل؟ امال ايه اللي انت بتعمله ده كله؟ كل اللي انا شايفاه ده ايه يعني؟ انت جاي ترخم علينا مثلا ولا جاي؟ كل اللي انا شايفاه ده ايه؟ عسل والله. كل اللي انا شايفاه ده ايه؟ امال ايه اللي انت بتعمله ده؟ مفيش. عادي. مفيش؟ يعني بريء كل اللي خالص. انت كل اللي انت بتعمله ده ايه؟ كان ايه؟ كان تمثيل. يعني كل ده انت كنت بتمثل عليا ومش بتقول لي؟ اهي. هتقول لي ايه بقى؟ كل اللي انا شفته ده ايه؟ كل اللي انا شفته ده كان تمثيل. كان تمثيل والله. يعني انت جاي تمثل علينا يعني؟ هو عاوز يقول لنا انا بعرف امثل ولا لا؟ صح؟ ماشي. صح ولا ايه؟ انت اسمك ايه؟ جاسر. جاسر والله كويس. هو عاوز يقول ان كل اللي عمله ده كان تمثيل. كان ينفع تمثيل. بقى يمثل ولا لا؟ لا ينفع ونص كمان. ده بسم الله ما شاء الله. جميل جاسر. ازيك يا جاسر؟ الحمد لله. تعرف تمثل؟ هو يا جاسر مال بتقول ما بعرفش امثل ليه؟ اصل انا اول مره تمثل. ده انت ممثل قدير. ده انا عايز اكرمك في المهرجان بتاعي كمان. وتاخد الاوسكار. ايه رايك؟ ماشي. ماشي مفيش مشكله يعني؟ انت موافق وانا كمان موافق. يلا يا عم. يلا يا حبيبي. شفت بقى؟ برافو عليك. شاطر يا جاسر. رجع لنا في فقره ثانيه يا جاسر. صح شايفين يا جماعه جاسر ولبسه والكروكس اللي لابسه والتيشيرت اللي لابسه. برافو عليك. برافو عليك. كنت شاطر قوي. كنت عاوز تقول حاجه ثاني؟ قول لي. لا خلاص كده. هنشوفك في فقرة جديدة. طيب يلا. شاطر يا جاسر. يلا. برافو يا جاسر. هنطلع لفاصل ونرجع لكم تاني في فقرة جديدة من فقرات سوبر كيدز. استنونا. رجعنا لكم تاني من الفاصل. معانا ياسين. ياسين هتقدم لنا ايه النهارده؟ ممكن نمسك المايك؟ ممكن نمسك المايك؟ اسمك ايه الأول؟ الأغنية اشتغلت ولا ايه؟ الست اللي في النص كله جه في الاخر. برافو عليك. بس ايه انت نسيت ولا ايه؟ اقعد كده وامسك المايك وقول لي ايه اللي حصل. ما كملتش ليه؟ ما كملتش ليه؟ عشان كنت لسه كنت كان ماما كان واقف هنا. كنا واقفين هنا وكان الولد واقف هنا وكنت شايفه اصلا وكنت شايفه. فانت اتلخبطت بقى. عمو مين وولد مين؟ عمو مين وولد مين؟ مش عارف. مين اللي كان واقف؟ اللي كان لابس تيشيرت اصفر. زي كده. برافو يا ياسين. هو انت ياسين شاطر وبرافو عليك. انت ما كملتش قوي الشو بتاعك بس انت شطور. عاوز تقول حاجه تاني؟
انت عندك كام سنة؟ سنة خمسة. خمسة؟ عنده 5 سنين. حلو، كويس. انت عاوز تبقى مطرب ولا عاوز تبقى ممثل؟ ممثل. الممثل، طب كويس قوي. بس انت بتعرف تمثل صح؟ صح. شاطر، انت كويس. برافو يا ياسين. نرجع على حضرتك يا استاذ عادل، وعاوز اعرف من حضرتك زي ما سالت حضرتك بره، بس لازم نعرف كلنا مين هم شباب السينما المستقله. شباب السينما المستقله دول اللي هم بيعملوا افلام روائيه قصيره او تسجيليه من جيبهم الخاص، مجموعه من الشباب بتجتهد وبيجمعوا من بعض الميزانيه بتاعه انتاج الفيلم ويعملوا الفيلم بمجهودهم الخاص، عشان كده بقوا مستقلين عن الجهات اللي بتنتج الاعمال الفنيه. يعني بيعملوا فيلم مستقل تماما في الفكره وفي الانتاج وفي الاخراج وفي التاليف وفي التمثيل، فبيطلق عليهم السينما المستقله. ودول اكتر ناس انا المفروض شايفهم ان هم يستحقوا التكريم، يستحقوا التشجيع. ليه؟ لان هم بيفجروا موهبتهم وبيثبتوا موهبتهم وبيظهروها من غير ما يبقى في حد بيديهم الحافز والدافع محدودة ده. بامكانيات محدوده جدا، وبيعملوا حاجه سينما جامده جدا. وعاوز اقول لحضرتك على حاجه، انا يمكن لسه من يومين في بنت اسمها سما المنسي من بورسعيد بعتت لي الفيلم بتاعها، كان اخراج بنوته اسمها عزه، عاملين فيلم بامكانيات ذاتيه، لكن عاملين فيلم رائع جدا جدا جدا. برغم ان الفيلم كان بيتكلم عن السحر والشعوذه، لكن قدروا يوصلوني ويأسروني بفكرة الفيلم برغم الإمكانيات البسيطة، إلا إنهم قدروا يطلعوا فيلم جيد الصنع. وأنا بوجه لهم التحية من خلال البرنامج بتاعي، وبقول لهم إن شاء الله أنتوا ليكم مستقبل كويس، كملوا وما تقلقوش، إن شاء الرحمن إحنا واقفين جنبكم وبنساندكم بإذن الله. أكيد طبعا كلنا بإذن الله. هنطلع لفاصل وهنرجع لفقرة جديدة مع كارمن وجاسر، استنونا. رجعنا معاكم تاني لفقره الشغل الاستعراضي مع كارمن وجاسر، تعالوا اتفضلوا. جاسر يا جماعه، جاسر اتفضل يا جاسر، ممكن تمسك المايك. خرجت انت ولبست لبس تاني، ارفع المايك بقى. قولي بقى انت عندك كام سنه؟ 7. عندك 7 سنين، تعمل شو استعراضي مع كارمن. ممكن ندي المايك لكارمن، تاخد المايك منك. كارمن عامله ايه؟ كويس. عندك كام سنه يا كارمن؟ 5. هتقدمي لنا ايه النهارده؟ هنعمل طيب، يلا بينا نشوف. يلا نشوف استاذ عادل مستني يشوف الفقره بتاعتك. يلا بقى فرجيني. يلا يا جاسر، الحاجات الحلوه اللي انا شفتها. جاسر عاوزاك تضحك.
برافو، ايه الجمال ده؟ حلوه يا كارمن. كارمن المهم يا كارمن ان انت بصي بصي لي هنا يا كارمن، خلصنا اقعدي بقى. اقعدي يا حبيبي. المهم ان انت ايه يعني اللي في دماغك ماشي. بقول لك الكاميرا اهي، تبصي على كاميرا ثانيه، بس شطوره يعني انت وظهرتي. مين بقى امسكي المايك وقولي مين اللي دربك على الشو الحلو قوي ده؟ مامي. ومين اللي جاب لك اللبس الجميل ده؟ برضو مامي. ده مامي بتعمل لك كل حاجه مش كده؟ تمام، برافو عليكم شطار. هنستناكم في شو استعراض جديد، صح كده؟ نكون متدربين عليك كمان اكتر واكتر الحلقه اللي جايه ان شاء الله او اللي بعدها حسب ما نتفق. بس انتوا برافو عليكم، صح يا استاذ عادل ولا ايه؟ جدا هايلين. برافو عليك استاذ عادل، كان معجب بيكم جدا وخصوصا انت يا كارمن. ماشي، برافو، هنتدرب كده تاني. برافو عليكم، استنونا في فقره جديده من فقرات برنامج سوبر كيدز بعد الفاصل، استنونا. جميلة تالين. جينا لكم تاني من الفاصل ومعانا تالين جايلنا من السعودية. مساء الخير. ممكن نمسك المايك؟ واتس يور نيم؟ يا جماعة تالين ما بتتكلمش عربي. واتس يور نيم؟ ماي نيم از تالين. ماي نيم از تالين. هاو اولد ار يو؟ 4 years old. انت النهاردة هترقصي يا تالين على سونج، بس مش عارفة اسمها ايه. يعني لسه عارفه ان هي هتعمل شو استعراض النهارده. لسه طبعا. عارفه الصبح. فايه رايك نبدا؟ انت ممكن تورينا بقى الاستعراض ده؟ يلا. مش انت في ده انت حافظاها على السونج بتاعتك؟ اسم السونج ايه؟ اسم السونج ايه؟ تعرفي؟ ما تعرفيش؟ طيب هي عموما الاغنيه بتجهز. قولي. هي واقفه بره، ما تقلقيش خالص، هي جايه. امسكي بس المايك كده وفعي عشان احنا نعرف نتكلم. احنا دلوقتي بنجهز السونج بتاعتك، تمام، وهنبدا دلوقتي حالا. بس تقريبا بيجهزوا الميوزك. وعلى ما يجهزوها عاوز اعرف راي حضرتك في اطفال سوبر كيدز لحد دلوقتي. والله برافو عليهم، موهوبين بجد. هم بس شويه تدريب والاطفال دي واضح ان عندهم البنيه الاساسيه متوفره. احنا صغيرين ما كانش عندنا الفرص دي خالص خالص خالص. بسم الله ما شاء الله. وبعد واضح كمان دور الاب والام في البيت ان هم بيوجهوهم ومهتمين بيهم وبينموا الموهبه بتاعتهم. انا بحيي باباهم ومامتهم كل الاولاد اللي دخلوا علينا وبحييهم بجد، لانهم فعلا الاطفال دول متميزين، ولو فضلوا طول الوقت مهتمين بيهم هيبقوا الاطفال دول هيعملوا حاله كويسه جدا ان شاء الله. احنا هنبدا كده، الميوزك جاهزه. تالين ممكن نقف هنا بقى؟ يلا بص للكاميرا. يلا اشوف بقى، عاوزه هنا 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 هنا. ايوه بصي بقى للكاميرا. بصي بقى للكاميرا دي. بصي للكاميرا.
جميلة، برافو عليك. برافو برافو. تعالي بقى، انت اسمك ايه؟ بصي للكاميرا كده اهو، قولي لي بقى. بصي بصي الكاميرا دي اهي، قولي لي بقى انت اسمك ايه؟ تالين. تالين، جميله تالين، ورقصت حلوه قوي. اه برافو عليها. برافو عليكي يا تالين، فرحانه بيها جدا. اه انت عاوزه بقى تبقي لما تكبري كده تبقي راقصه استعراضيه ولا راقصه باليه؟ الباليه. باليه، جميل. مين بقى اللي بيعلمك الباليه في البيت؟ ها؟ مامي. هي دي؟ كشفتي ماما كده انت دلوقتي، صح؟ حلوة قوي يا تالين، انا فرحان بيكي جدا جدا جدا، وانت بنوته جميله، وان شاء الرحمن ربنا هيوفقك وهتبقي ليكي مستقبل كويس قوي في رقص الباليه. رقص الباليه ده فن جميل. برافو. تمام، يلا ربنا يوفقك يا حبيبي. نشوفك في حلقه جديده ان شاء الله، واستنونا في فقره جديده من فقرات سوبر كيدز بعد الفاصل. يلا حبيبي، رجعنا لكم تاني مع فقرة بيبي كيدز، ومعانا أطفال تحت سن 5 سنين. معانا مين بقى؟ اسمك ايه؟ كارما. كارما عندك كام سنة؟ 3 سنين. 3 سنين، حلو قوي. كتير. جميل. اه طبعا كتير. امسكي كده يا سلمى المايك، خذي المايك قولي لي اسمك ايه. عرفينا الأول بنفسك، اسمك ايه؟ سلمى. امسكي المايك كده اتكلمي فيه. سلمى عندك كام سنة؟ أربعة. جميل، حتى كمان أربعة. قولي لي يا سما، ارفعي بقى المايك كده عشان نعرف نتكلم. قولي لي يا سما انت في سنة كام؟ تعرف حضانة طيب ولا لسه صغيرة ما دخلتيش الحضانة؟ في حضانة. طيب داخلة مدرسة. انت دخلتي مدرسة وانت عندك 3 سنين؟ انت كده بتضحكي عليا يا كارما. تضحكي عليها؟ قولي لي يا سلمى، سلمى بتحبي تعملي ايه؟ بتحبي ترقصي، تمثلي، تغني، بتحبي ايه؟ امسكي بس المايك في ايدك عشان نسمع بعض. قولي لي بتعرفي تغني؟ حافظه اغنيه ايه بقى؟ مش عارفه. عاوزه اسمع اي اغنيه من اغاني الحضانه. تعرفي برضو؟ مش عارفه. طيب قولي لي الميس بتاعتك في الحضانه اسمها ايه؟ انت مش في حضانه شكلك يا سلمى، بتضحكي عليا. في حضانة؟ في حضانة؟ طيب الميس بتاعتك اسمها ايه اللي بتحبيها؟ مش عارفة؟ مش عارفة أي حاجة؟ أنت مش عاوزة تقولي أي حاجة؟ متعرفيش تغني ولا ترقصي ولا تمثلي؟ لسه صغيرة؟ طيب ممكن كارما تاخد المايك؟ كارما قولي لي يا كارما، بتحبي تغني ولا تمثلي ولا تعملي ايه بالظبط؟ بحب أغني. بتحبي تغني؟ طب غني كده؟ يلا أغنية. أيوة أغنى أغنية ولا 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 الصحاب يلا. لا لا لا، احنا متفقين على أغنية تانية صح؟ اتفقنا على ايه؟ بري الشاي ولا أغنية ايه اللي اتفقنا عليها؟ حافظة أغنية ايه؟ ولسه بيبي خالص، لسه مش عارفين. قولي لي طب الميس بتاعتك في الحضانة اسمها ايه؟ اسمها اهو محمد. لا طبعا دي مش الميس خالص. ام محمد دي اللي اكيد اللي بتجيب لك ايه؟ بتجيب لك ايه ام محمد؟ بتديكي ايه؟ دي ام محمد اللي بتتدبي. انتوا جمال والله، ونورتوني النهارده في الحلقه، واستاذ عادل كمان كان مشرفني النهارده في حلقتنا برنامجنا سوبر كيدز. وعاوزه من حضرتك كلمه اخيره لبرنامجنا ولكل مشاهدينا اللي شافوا الحلقه النهارده، وطبعا هتستنونا في حلقه جديده مع استاذ عادل عمار بعد مهرجان اوسكار ايجيبت مع الاطفال اللي هيكونوا موجودين معانا على حسب ما استاذ عادل يختار. بصي انا عجباني فكره البرنامج قوي، ان انت بتصحي الموهبه عند الاطفال الصغيرين، وانك انت يديهم فرصة ان هم يقفوا ويواجهوا الكاميرا، وفي عندهم مواهب، وفي لسه راهب الكاميرا، ويعني برضو سنهم كويس قوي، ان ابهاتهم وامهاتهم بيدوهم الفرصة ان هم يجي ويوافقوا ويواجهوا الكاميرا. لا انا متخيل ان شاء الرحمن ان مع تكرار التجربة
لا الولاد دول هيبقى ليهم مستقبل كويس قوي. احنا للاسف وقتنا خلص النهارده. تمام. بشكر حضرتك على وجودك معانا النهارده في برنامج سوبر كيدز، وبقول لمشاهدينا استنونا في حلقه جديده من برنامج سوبر كيدز ومع مواهب جديده. وباي باي. يلا قولوا باي للكاميرا. يلا باي.